وزارتا الإسكان والاتصالات تطرحان كراسات شروط 500,000 شقة بمكاتب البريد. ووزارة التموين تطلق مبادرة أهلا رمضان برعاية الرئيس. وزير الداخلية يصرح نتصدى للتجاوزات الفردية بمنتهى الحزم حماية للمواطنين. عقب منح البرلمان الثقة لها، الحكومة تؤجل اجتماعها للأسبوع المقبل. روسيا البيضاء تعلن استئلاف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ بعد توقف دام 4 شهور. والقمة الخليجية الأمريكية بالرياض تشترط على إيران وقف تدخلاتها في المنطقة لعودة العلاقات.